أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع يواجه الصحافة. وحلقة هذا الأسبوع هتدور عن الأوكازيون الصيفي وأهميته ودوره في تنشيط حركة التجارة الداخلية، حيث تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي السنوي على أن يجري عرض المنتجات بأسعار مخفضة للتخفيف من معاناة المواطنين. أكدت الوزارة أن المشاركة في هذا الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلهم التجارية. والتخفيضات التي سيشهدها الموسم الحالي من الأوكازيون ستتراوح بين 25 و50% حسب كل سلعة معروضة، وكذلك وفق إمكانيات كل مصنع أو تاجر. يهدف الأوكازيون كما هو معتاد إلى إنعاش السوق بشكل عام ومساعدة التجارة والتجار وأصحاب المحال في الترويج لبضاعتهم وتلافي الركود للموسم القادم، لا سيما أن ذوق المستهلك يتغير من وقت إلى آخر ومن موسم إلى آخر. على أي حال سنفتح باب النقاش حول الأوكازيون الصيفي السنوي في مصر وتأثيره على حركة التجارة الداخلية مع ضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الحلقة من واجهة الصحافة، الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. بنرحب بك يا أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ. وطبعا ده يعني بيقع في صلب تخصص حضرتك وتخصص الجمعية، إذن لنا أن احنا نفتح باب النقاش مع حضرتك حول موضوع الأوكازيون الصيفي بعد أن نتعرف مع حضرتك ومع مشاهدين الكرام على أهم ما جاء في الصحافة المصرية حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير. من جديد لحضراتكم التحية، وبنبتدي جولتنا الصحفية مع الأوكازيون الصيفي من جريدة الوطن التي جاء فيها تقديم موعد الأوكازيون بتخفيضات 50% لتنشيط السوق من الركود. قال يحيى زنانيري نائب رئيس الشعب العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية إنه في محاولة لتنشيط السوق من الركود يبدأ الأوكازيون الصيفي عبر عمل تخفيضات تصل إلى 50%، وأضاف للوطن أن الأوكازيون منظم قانونا لتصريف البضائع الراكدة في نهاية الموسم والتي تمثل 70% من حجم الإنتاج، لافتا إلى أن وزارة التموين منحت التجار موافقات لعمل هذه التخفيضات للأسعار لمواجهة الركود لحماية 10,000 مصنع في مختلف المحافظات. بنتحول إلى صحيفة الفجر التي جاء فيها التموين 3,000 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي والتخفيضات تصل إلى 50%. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الأوكازيون الصيفي هذا العام من 2500 إلى 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص بنسبة تخفيضات في الأسعار قد تصل إلى 50% لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات. صحيفة اليوم السابع جاء فيها التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من 26 يوليو ولمدة شهر. كشف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية موعد بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار. صحيفة التحرير تقول التموين تعلن عن ضوابط للمحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من وضع ضوابط المحال والجهات المشاركة في الأوكازيون الصيفي، وألزمت الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التوصية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية، حرصا على الحفاظ على حق المواطنين. آخر أخبارنا الصحفية حول الأوكازيون الصيفي من صحيفة الدستور التي جاء فيها المحال تستعد للأوكازيون الصيفي وتجار يحذرون من التخفيض الوهمي. يعتبر موسم الأوكازيون الصيفي أو الشتوي هو التوقيت الأهم بالنسبة له، وينتظر المواطنون الإعلان عنه للتوجه للمحال لشراء كافة احتياجاتهم، موضحا أن الموسم
ينتعش في المرحلة الثانية منه، حيث تبدأ الأسعار في الانخفاض بالتدريج، فمن الممكن أن تبدأ ب10% وصولا إلى 30% على حسب القطعة المباعة، ومع دخول المرحلتين الثانية والثالثة يصل التخفيض ل50 و70%. وبعض التجار يحذرون من أن هناك تخفيضات وهمية يقوم بها بعض الأشخاص من خلال رفع سعر القطعة نفسها ومن ثم وضع تخفيض عليها لتعود لسعرها الأصلي أو زيادة قليلة، ذلك دون أن يدرك الزبون خداع البائع. على أي حال، ده كان جزء من أهم ما جاء في الصحافة المصرية حول الأوكازيون الصيفي الذي نفتح له باب النقاش مع ضيفنا الكريم بعد فاصل قصير. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا الكريم الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. بنرحب بك من جديد يا أستاذ محمود. والحقيقة فكرة الأوكازيون، وهي طبعا فكرة قديمة، بتهدف لإغراء المشتري لشراء سلعة ربما بسعر التكلفة، ربما بسعر أقل حتى من ذلك. الفكرة أنه الأوكازيون إلى أي مدى حضرتك بتشوفه مناسبة فعلا لتنشيط حركة التجارة وتخفيض الأسعار؟ أولا خليني أقول لك أنه التاجر الذي لا يعني تكون لديه النية الصادقة في التعامل مع هذا الأوكازيون بالشكل اللي اتعمل على أساسه بينتحر اقتصاديا، لأنه في حالة ركود في السوق، وخاصة في قطاع الملابس أو الأزياء بشكل عام في حالة ركود ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن أنه في أعباء دروس خصوصية خرج منها الناس لسه من الثانوية العامة، تمام، تكبدت البيوت فيها تكلفة كبيرة جداً. على الجانب الآخر احنا لسه خارجين من رمضان وأعباء رمضان والعيد وأعباء العيد والمصيف، الشعب المصري رغم كل ظروفه الاقتصادية لازم يصيف ولازم يجي في شم نسيم يجيب فسيخ، ولازم رغم كل الضغوط دي كل حياته مستمرة بتمشي بقدر ربما أقل نسبيا من السنة اللي عدت مثلا. يعني ممكن السنة دي بدل ما يصيف أسبوع يصيف 4 أيام برضو إيه بيطلع يبلبط، هو بيعرف يحتفل يعني بيعرف يحتفل وبيحتفظ بالمناسبات بيعيش دايما رغم الضغوط. فعشان كده بقول لك في حالة ركود ناتجة عن أنه الميزانية الأسرة المصرية استنفذت في الفترة السابقة في حاجات كتير من هذا النوع، وبالتالي أي محاولة للخروج على فكرة الأوكازيون اللي هيدفع ثمنها التاجر ليه؟ السلعة هتركض أو هتبقى راكدة للعام القادم، وبالتالي الفاشن والديزاين الجديد وجودة المنتج بتقل، نعم، وممكن الحاجة دي تعت في المصنع. احنا بنبتدي نقشنا بأنه فكرة الأوكازيون تكاد تكون فكرة إجبارية مفيش مناص من اتباع. على أي حال هنرجع ونزيد في تفاصيل مع حضرتك بعد أن نتابع التقرير مع ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الكرام. أعد خصيصا لموضوع الأوكازيون الصيفي وأهميته في تنشيط حركة التجارة الداخلية، نتابع. على غير المعتاد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء العمل بالأوكازيون الصيفي أو ما يعرف بالتصفية الموسمية الثانية لعام 2019، وذلك لمدة شهر بدلا من موعده السنوي في نهاية شهر أغسطس. وخلال فترة الأوكازيون يسمح لكل محل أن يشارك فيه لمدة أسبوعين من خلال عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، حيث تشمل فترة الأوكازيون موسم إجازة عيد الأضحى المبارك، مما سيتيح الفرصة أمام المحال التجارية لتقديم عروض التخفيضات على منتجاتها قبل عدة أيام من هذا الموسم. وجاء تقديم موعد الأوكازيون نتيجة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وزارة التموين لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتخفيف من الأعباء على المواطنين. وتوقعت شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية أن يشارك أكثر من 90% من المحلات في الأوكازيون، وذلك بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20-60% من أجل تشجيع حركة الشراء. وتقوم وزارة التموين بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بفترة التصفية الموسمية الثانية
للعام الجاري، فضلا عن تحرير محاضر ضد المنافذ المروجة للعروض الوهمية، كما أن الأوكازيون سيكون اختياريا وليس إجباريا على المحال التجارية. ويلزم القرار الوزاري رقم 153 لعام 2019 والصادر من الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرة محالهم التجارية. كما يلزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة بها في بيان عن الثمن الفعلي والذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية. رجعنا لكم من جديد ومعانا ضيفنا الكريم الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وكنا متوقفين عند النقطة المتعلقة بأن الأوكازيون يعتبر مسألة إجبارية، ما فيش فرصة لعدم المشاركة فيها أو الهروب منها أو أنه يكون حتى وهمي. ليه حضرتك بتقول كده يا أستاذ محمود؟ يمكن يكون المواطن برضو ترمومتر جيد لقياس مدى حقيقة الأوكازيون إذا كان حقيقي ولا وهمي، وهو برضو بيسعى ليه. يعني شوف هقول لك على حاجة، لما تدخل في السلاسل التجارية الكبرى هتلاقي الناس في بعض الأحيان بيبقوا عاملين حالة زحام على منتج من المنتجات داخل السلسلة عليه عرض، وتلاقي حجم الإقبال في ذلك اليوم كبير جدا. بس هو خلي بالك، هو برضو بيدخلك السلسلة التجارية دي وهو جوه بيخليك تشتري كل حاجة عشان انت داخل، بس وبيصطادك بيستدرجك مجرد استدراج لدخول هذا المحل عشان تبدأ تاخد الحتة اللي انت بتكلم عليها اللي عليها عرض دي، بس جنبها حاجة تانية، بس جنبها مليون حاجة. تمام، فبيعوض. ما هو ده الاسلوب التجاري السليم. دي شركات عالمية وفاهمة بتعمل ايه، وعشان كده انا بقول احنا المفروض نعمل زيهم. يا فندم، انا اكتر من مرة مرات كان في السويد في مرة وجابت لي قميص أربع قمصان بثمن قميص واحد. هو كان بثمن مثلا باتنين دولار قبل الأوكازيون، بعد البتاع ده بعد الأوكازيون بقى باتنين دولار ومعاه ثلاث قمصان ببلاش. أنت بتتكلم على إيه؟ ده مش تخفيض، ده واحد بيحاول يمنحك منحة، إنه بيحاول هو كسب طول السنة واستفاد من المستهلك استفادة قصوى، ووصل إلى مرحلة أنه سدد ضرائبه. بس ما عدا مقاطع حديثك أستاذ محمود، يمكن لأنه السوق عندهم له ظروف خاصة، يمكن هم عندهم ما بيخزنوش السلع اللي من النوع ده، الملابس الجاهزة، ويمكن يكون فكرة التخلص منها وإفراغ المخازن منها استعدادا للموسم المقبل بيكون هي الفكرة الأرجح. عندنا ممكن يكون في مسألة مختلفة أو مسألة عكسية، أنه تتخزن وبتنزل أسواق أخرى وبتتباع بأسعار مخفضة في أسواق أخرى، أو حتى نفس المنتج أو المصنع أو التاجر هو اللي بيبيع بس بأسعار مخفضة. زي ما أنت بتتكلم على حاجة المفروض ما تتجاوزش بعض في البلد دي، التضخم والركود. يعني في العالم المتقدم برا لما يبقى عنده تضخم عنده ركود، تمام، مستحيل يغلي الحاجة، لازم التضخم ده ينزل، لازم الغلاء ده ينزل، لأنه عشان يبيع المنتج بتاعه. إحنا عندنا بقى حاجة غريبة جدا، تلاقي اللحمة محطوطة خلاص بتسود لونها اسود عند الجزار، ومع ذلك مش عايز ينزل حتى 5 جنيه. طب يا عم انزل، ما أنت برضو تكلفة التبريد والاحتفاظ بسلامة وأمان اللحمة دي عندك لمدة يوم تاني مثلاً، هيحط في يتحط في تبريد وعليه تكلفة وعليه عبء وبيخس ومش عارف ايه. طب يا عم بيع وخلص، اقلب وهات حاجة تانية. لا الفكرة انت عندك هنا حالة جمود في والله، حالة جشع برضو يا استاذ محمود. طبعا يعني طب يا عم انزل يا باشا. انا دايما اقول جملة يعني جدي الله يرحمه كان تاجر وعلمها لنا. قال لك ايه؟ قال لك اعتبر الزبون ده زي الفرخه. يا ريت الناس تفهم الحكايه دي، ويا ريت تجار مصر يفهمونا. تمام، اعتبر الزبون ده زي الفرخه. الفرخه دي بتبيض كل يوم بيضه، انت تاخد البيضه تطقشها وتعمل عليها حبه وتاكلها برغيف عيش وفيها بروتين وفيها فيتامين وكل حاجه، وبتنتج. تمام، وكل يوم بتجيب بيضه. طب انت ممكن بقى تذبح الفرخه دي مره واحده فتوقف الانتاج اليوم، خلاص صعب عليكم. انت ذبحت الزبون ده مش هيجي لك تاني، ما خلاص خلصت. مفهوم. خلصت الفرخه اللي كانت. انت الافضل ان تتعامل بمنطق البيضه والفرخه دي، انه انت في النهايه لو حسبتها حسبه صحيحه
انت لك مصلحه في بقاء الزبون مستمر معاك كل يوم، خد منه القليل من الربحيه اللي تمكنك ان انت تعيش انت واولادك وتقتضي حاجتك من الضرائب والتامينات والكهرباء وتكلفه الايجار وكل حاجه، وفي النهايه يبقى ليك هامش يمشيك ومشي عيالك. مش لازم تبقى غني جدا، مش لازم تبقى ثري جدا. الثراء الحقيقي والغنى الحقيقي هو ان انت تشوف الناس اللي حواليك مستريحين ومبسوطين. انت ايه المشكله بتاعتك لما الناس اللي حواليك يبقوا تعساء وانت بس اللي سعيد؟ ما هو الناس دول يعملوا لك انهيار للسلام. صحيح، الانانيه دي كمان لما بتبقى متبادله غير ان انهيار للسلام الاجتماعي هو بيبقى مشكله اقتصاديه طبعا، وبتبقى عدوى وبيبقى التضخم مستمر زي ما حضرتك اشرت منذ قليل. خلينا نرجع نستكمل مع حضرتك اللي حضرتك بداته، وان كنت هبتدي هذه المره ويبقى في باب للنقاش حتى متبادل ما بين حضراتكم مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الاستاذ يحيى زنانيري نائب رئيس الشعب العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية. أستاذ يحيى تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. الحقيقة معنا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، والحقيقة فتحنا باب الأوكازيون من زاوية مهمة جدا ضروري يكون في فرصة للنقاش بين حضراتكم فيها، وهي أن المصريين عندهم دايما مواسم متلاحقة ومترابطة وموسم بيفضي إلى آخر، يعني دايما بداية الدراسة والتزامات بداية الدراسة، ثم موسم الدروس الخصوصية، ثم الصيف ونهاية الصيف والمصيف، وطبعا الأعياد والمناسبات المختلفة وتكلفة الاحتفال بها. هو السؤال إلى أي مدى بيكون في ضرورة للأوكازيون الصيفي ليخفف عن المواطنين في العبء، وخاصة أنه هيفيد دخول المدارس والكلام المرتبط بالمواسم الأخرى حتى عيد الأضحى المقبل علينا. كل عام وحضرتك بخير. حضرتك شايف الأوكازيون إلى أي مدى هو ضرورة وإلى أي مدى هو حقيقي مش وهمي في كتير من السنوات الماضية؟ الأوكازيون هو ضرورة شديدة جدا في هذه الأيام، نظرا لحالة الكساد الرهيب الذي أصاب أسواق الملابس الجاهزة منذ تحرير شهر الصفر، وبالتالي فإنه في حالة كساد شديدة جدا، والتجار والصناع ليس لديهم السيولة الكاملة لدفع مستلزماتهم سواء شراء الأقمشة أو دفع الإيجارات أو الكهرباء، فبيبكروا بالأوكازيون. يعني الأوكازيون عمره كان بيتعمل في شهر يوليو أبدا، احنا بنعمله في سبتمبر. فبالاتفاق مع بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين، نظرا لهذه الحالة ونظرا لعيد الأضحى، ونفس الوقت ندي فرصة للمستهلك المصري إنه يتمتع بالخصم ده قبل العيد. نعم، هو الحقيقه برضو السنه دي في خصوصيه بتهيالي للاوكازيون في ميعاده يا استاذ يحيى، لانه كان المفترض ان هو بدا اول امس وهيستمر لمده شهر، وفي انباء عن ان وزاره التموين قررت مده مش بس لغايه 6 سبتمبر ولكن غايه 21 سبتمبر، يعني واضح انه هيستمر حوالي شهرين، وواضح ان هو هيغطي مواسم اخرى غير عيد الاضحى، هيغطي ايضا موسم دخول المدارس. يعني راي حضرتك في المد ده؟ هو طبعا ده الوضع الطبيعي ان الاوكازيون يجب ان يمتد حتى نهايه الموسم الصيفي. نعم، ده وضع طبيعي يعني اقتصادي سليم. تمام. طيب انا يعني برجو ان حضرتك تبقى معي عبر الهاتف لانه ضروري نفتح نفس النقط مع الاستاذ محمود، والحقيقه انا كنت حابب ابتدي مع حضرتك النقطه ديت، فكره انه يكون في مواسم متلاحقه ويكون في سلوك للمصريين في الاحتفال بهذه المواسم زي ما حضرتك اوضحت، في تخفيض، يعني بدل ما نصيف اسبوع بنصيف 4، لكن ممكن يكون بيدفع الضريبه دايما في المواسم دي الأوكازيون الصيف، يعني مش في كل السنوات بيبقى نفس الإقبال عليه بنفس الدرجة، هل لاحظ ده؟ وطبعا السنة دي على وجه التحديد الأوكازيون ده ممكن يبقى فيه مشكلة. يمكن الأستاذ يحيى يشاركنا الرأي، تداخل على عيد الأضحى المبارك، الناس عايزة تجيب الأضحية وعايزة تجيب اللحمة وعايزة تجيب الحاجات المرتبطة بـ 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 بهذا الموسم اللي هو عيد الأضحى، وبالتالي ممكن يبقى الإقبال عليه في هذه الفترة خلال الأيام القادمة حتى موعد عيد الأضحى، أعتقد أن هيبقى الإقبال اقل بكثير مما يتوقع، لكن ممكن يبقى الاوكازيون ده اكثر ايجابيه بعد العيد. بعد العيد يعني زي ما بيقولوا كده بعد العيد بشويه كمان، لانه يكون الناس خدت ريست من حاله الانفاق اللي كانت في فتره عيد الاضحى، وبالتالي يبقى في قليل من المال يمكنهم انهم ينزلوا الاوكازيون يشتروا اللبس والحاجات اللي زي اللي ممكن الناس تصبر عليها. خلي بالك الناس دلوقتي ممكن يجي عند العيد يغسل حاجه حلوه كده ويكويها بشكل كويس زي ما كنا بنعمل زمان، احنا كنا يعني ما كلنا زمان كنا بنيجي عند الاعياد
في بعض الأحيان يبقى الظروف الاقتصادية مش حلوة فبنروح نكوي حاجة نعمل حاجة مش عارف إيه ونلبسها في العيد يعني. تبدو جديدة فأنا عايز أقول لك المصريين بيتغلبوا على هذه الظروف بشكل أو بآخر. أستاذ يحيى، يمكن جزء من الكلام اللي قاله أستاذ محمود بيتفق مع حضرتك فيه، أنه الأوكازيون ربما نجد فعاليته أكبر بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، يعني بعد حوالي أسبوعين من النهاردة، لأنه هيكون عند المصريين فرصة أكبر أن هم يشاركوا فيه من ناحية النفقات. هو السؤال، طب ليه من وجهة نظر حضرتك بدأ بدري شوية، وهل هو قاصر على الملابس الجاهزة على اعتبار ديت بتبقى أكتر سلعة موجودة في الأوكازيون؟ هو أعتقد قاصر الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية أيضا. تمام. لكن هو أهمية أنه يكون مبكرا، زي ما بقول لسيادتك أنه كان في حالة فساد شديد من أول الموسم، والإبداع حتى بدأت الأوكازيون لا يتجاوز 30% من حجم البضائع الموجودة في السوق، فكان يجب عمل نوع من الترويج مبكرا حتى نعوض الخسارة دي بالنسبة لأصحاب المصانع والمحلات، في نفس الوقت زي ما بقول لك إنه ندي فرصة برضه للمستهلك المصري أن يتمتع بالخصم في عيد الأضحى. إذا أعتقد إنه يعني العنصرين دول هينتجوا مواد لا بأس به قبل العيد. تمام. بشكرك شكر جزيلا على هذه المداخلة أستاذ يحيى زنانيري نائب رئيس الشعب العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، وبعود لضيف الكريم الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. احنا بنتكلم على نسب تخفيض بتتراوح ما بين مثلا 10% 30% 50%، ممكن توصل في المراحل المتأخرة لأكبر من كده، لكن بمقارنتها بفكرة انه ما يكونش وهمي، لانه البعض حذر منه يكون وهمي، نرفع سعر السلعة وبعدين نخفضه مرة تانية فيبان ان احنا خفضناه. خطورة ده، خطورة ده انه البلاك فرايدي على وجه التحديد، تابعت اكيد البلاك فرايدي على عبر السنوات الثلاث سنين اللي عدوا مصر او اربع سنين بره او في مصر. فكرة البلاك فرايدي ضاعت خلاص في مصر. ليه؟ ان اتفرغت الفكرة من مضمونها. انت بتيجي قبل الاعلان عن اليوم وبتروح رافع السعر الى درجة يعني كبيرة شوية، تمام، وتيجي بعد ما يبدأ اليوم تروح منزل السعر اعتبارا انه ده يعني البلاك فرايدي مش عارف ايه والكلام اللي كأنه حرق اسعار، يعني الفكرة كده اسعار. هل هذه الفكرة لاقت رواجا في مصر؟ اول سنة اتعملت كانت الناس كانوا بيهجموا على المحلات خاصة براندات العالمية، تمام، اللي هي ملتزمة اللي عندها التزام من الشركة الأم في فرنسا أو في أمريكا أو في بريطانيا أو مش عارف إيه، أنه لازم تبيع بالسعر ده، أنت كموزع لازم تبيع بالسعر ده. فلك أن تتخيل أنه هذه الفكرة فقدت قيمتها. ليه؟ لأنه للأسف الشديد فرغوا الحكاية من المحتوى بتاعها. هو هناك ليه بيعمل كده؟ هو عايز يسعد المستهلك، عايز يبسطه، عايز يفرحه. المستهلك ده كان سببا في إسعاد التاجر طول السنة، أنت فاتح بيتك من الفلوس اللي بيجيبها لك المستهلك ده، المواطن ده بيجي يشتري منك فاتح الدكانة بتاعتك وبيقبض العمال بتاعتك وبيأكل، ما تزعلش بقى كلنا بناكل من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن يعني أسباب لبعض، أنت تأكل من فيض كرم ربنا سبحانه وتعالى أو من شاء الراجل ده. في النهاية اسعده، إيه المشكلة لما تيجي في فترة زي دي الدنيا ممكن تغلى عليه انت تروح ملازم؟ علشان كده انا قلت لحضرتك هو ممكن في الغرب يكونوا بيفكروا بشكل مختلف على ما بنسمع في الاوكازيونات عندهم، يعني هو منتج معين مثلا وليكن قميص، هو كميه الامصان اللي جت المفترض ان هي تكلفتها كذا، فهو عند حد معين بيفترض ان هو حقق المكسب، جاب سعر التكلفه وحقق المكسب، الباقي اللي موجود في المخازن يكاد يكون بالنسبه له عبء او مكسب اضافي، او لو اتباع ببلاش هو كسبان لانه حقق التارجت بتاعه والهدف بتاعه خلاص، فبيبيعها احيانا باقل من ثمنها. عندنا ما بيفكروش كده، لا هو ما بيفكرش كده لسبب، لان هو يقول لك البحر الكبير، بص احنا عندنا حكايه البحر الكبير يحب الزياده دي، ودي حكايه غريبه جدا برضو. انت لازم يعني انا دايما اقول انه التاجر كلمه تاجر الت تقوى، تمام، الالف امانه، تمام، الجيم جراءة، الراه رحمة، لازم يبقى فيه الإحساس بهذا المجتمع، وإلا في قيم. لا لو التاجر فقد الفكرة الأخلاقية وفكرة الضمير اللي هي موجودة ولازم تكون موجودة في كل مهنة، وعلى فكرة دول موجودين، أنا ما أقدرش أنكر إنه في تجار في مصر
عندهم هذه الأمانة وأنا بصادفهم دايما ناس ما شاء الله عليهم عندهم لكن الإحساس. زي ما قلت لحضرتك هو ممكن يبقى في لحظة من لحظات الأنانية والجشع عدوى ودي بتكمن فيها المشكلة. خلينا نقول أنه زي ما حضرتك ضربت مثال منذ قليل في أحيانا فرصة لترويج سلعة على حساب سلعة أخرى. يعني لو افترضنا أنه هذا الموسم للمنسوجات أو للملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية مثلا، تفتكر حضرتك إيه المنتج اللي ممكن يبقى فيه إقبال عليه أكتر أو رواج له أكتر في التخفيض فيه يكون له نسبة معينة جنب سلع أخرى ممكن يمشي حال هذه السلع؟ تقصد على على موسم الملابس الجاهزة أو الأوكازيون؟ هو طبعا اللي ممكن دلوقتي يمشي في الفترة دي اللحمة طبعا. اللحمة دلوقتي خلاص انت بتتكلم على تمام. على فكرة احنا عاملين أوكازيون وانا ما قصدتش ده، بس انا يمكن كنت عايز أسأل حضرتك انه لو في أوكازيون للأضاحي أو للحوم في هذه الأيام يمكن يكون الإقبال عليها كبير مع دخول أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا انت بتتكلم النهاردة على أوكازيون عاملات دولة. يعني سيبك من الأوكازيون اللي بيتكلم عليه القطاع الخاص، تمام. الدولة نفسها وزارة الزراعة النهاردة عاملة أوكازيون فيما يتعلق بالأضاحي فيما يتعلق باللحوم والشركات التابعة للحكومة كلها، وزارة التموين برضو عاملة نفس الكلام، شركة قابضة. كل إحنا في مواطنون الجمعية أفتكر عندكم بتقوم بالدور ده برضو. إحنا أوكازيون عاملينه اسمه جمعة الخير على مدار جمعتين ما شاء الله. إحنا هنبيع كيلو اللحمة عندنا في أكتوبر في الحي العاشر هنبيعه ب 80 جنيه كيلو اللحمه البلدي البلدي ب 80 جنيه، في المنصوره في عند منفذ الاستاد ب 70 جنيه الى ان ينتهي فتره عيد الاضحى المبارك رغم كويس. كل الزيادات اللي حصلت كويس. في حاجات تانية يعني التخفيض حوالي 10 15 جنيه عن الاسعار المخفضه اللي تقدمها مثلا يعني مجموعه امان او مبادره امان اللي هي الخاصه بوزاره الداخليه مثلا. كل الشركات احنا بنحاول نتميز بشكل او باخر او بنحاول نكمل بعض، وخصوصا ان انتوا جماعه عندكم هدف غير ربحي طبعا. احنا يعني افتكر حتى انتوا ممكن ممكن تحققوا خساره في حاجه على 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 حسب مكسب من حاجه ثانيه. الربح الحقيقي بالنسبه لي هو ان يشعر المواطن براحه وان انا احقق اهدافي في ان انا انزل اعمل توازن او بالانس في السوق تمام. اعمل الحاله يعني احنا مثلا لو قفلنا المنافس تحت المنصوره دي على وجه التحديد تمام. ممكن كيلو اللحمه هناك يوصل 160 جنيه 170 جنيه تمام. ليه؟ لانه انت عامل حاله توازن. هي دي هي بقى خطوره فكره الموسم عند المصريين، زي ما في شم النسيم بنشوف الفسيخ والرنجه برضو بتوصل برضو لاسعار وارقام فلكيه في بعض المحلات. يعني خلينا نرجع للاوكازيون بشكل عام مع حضرتك بعد ان نستطلع راي المشاهدين من خلال راي مجموعه من الجمهور تم التسجيل معهم، وهنتابع أراءكم عبر هذا التسجيل ثم نعود لنستأنف النقاش. فكرة الأوكازيون دي في حد ذاتها فكرة عظيمة جدا، بتدي فرصة للناس انها تشوف الأوفرز اللي موجودة او العروض اللي موجودة وقديه فكرة التنافس، وفي نفس الوقت تحقق اكبر مكاسب لي يعني هو على مستوى الشخصي. والله هي مشكله الاوكازيون في حاجه معينه بس، ان هو يعني زي ما بنقول كده بالمصري ضحك على الدقون، اللي هو تاجر عايز يبيع فالسلعه مثلا هي ب 200 جنيه خلاص هو بيحط عليها 300 جنيه وخصم 70% 20% وبيبيعها برضو بال 200 جنيه فغصب عنه، لان الحاجه بتبقى جايه له غاليه او الاستيراد غالي او او او, أو. ومن ناحيه ثانيه انا مجبر ان انا اشتري. ممكن يكون الاوكازيون على حقيقي، ما يكونش مثلا هو نفس السعر او يضربوا سعر زياده وبعدين ينزلوا ويقولوا لك هو ده الحقيقي، فده اللي مش مظبوط. المفروض لازم يبقى فيه الحق، يعني هم عايزين يروجوا للحاجه بتاعتهم للبضاعه بتاعتهم اوكي ماشي، لكن ما يزودوش ويضربوا ضعف وبعدين يرجعوا يقولوا ايه ده اوكازيون. والله انا شايف ان هي حاجه كويسه ان هي تمشي السوق شويه اكتر وبتفيد اللي بيبيع واللي بيشتري. مش شايف ان في فرق شاسع، يعني ما بحسش بفرق شاسع بصراحه، بحس ان الموضوع عادي يعني. الاسعار غاليه برضه في اللبس عادي يعني، يعني انت وصلتي النهارده لو انت بتجيبي البدله وصل ب 2000 جنيه فانت مستنيه اوكازيوني مثلا عشان تبقى ب 1000 جنيه؟ لا مش هتحصل كده طبعا. دي طبعا كانت مجموعه من ارائكم، وبالمصادفه طبعا العينه زي ما حضراتكم استمعتم والأستاذ محمود معنا استمع، هي شايفة أنه برضو في نسبة وهم أو غش أو مش حقيقة في الأوكازيون. هي برضو بترجعنا لنفس النقطة اللي كنت عايز أتكلم مع حضرتك فيها، يعني فكرة أنه يكون في سلعة المواطن بيستهدف أنه ينزل يشتريها فبيلاقي في الأوكازيون أنه سعرها ارتفع مثلا إلى الضعف وتم تخفيضها إلى النصف، فهي بتتباع بنفس السعر. يعني القديم كانت بمية فرفعوا السعر لـ200 وبعدين قال لك في الأوكازيون هنبيعها بمية فأنت بتبيعها بنفس السعر. هي الفكرة إزاي
ننصح التجار، وطبعا مش كل التجار اكيد بيعملوا الحكايه دي او مش كل السلع. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ضروري يكون في سلع في هذا الاوكازيون بانصح التعبير بتجذب المشتري او الزبون، وفي جنب منه سلع ممكن يكون في صعوبه في تخفيض اسعارها لكن الزبون بيشوفها مع السلع المخفضه. خليني اقول لك يعني مثلا انا واحد من اهم طموحاتي في الحياه ان ملابس الاطفال على وجه التحديد تمام. تنزل دي اغلى من الكبار يعني لك ان تتخيل انا بعض الاحيان مع ان هو احنا حجم القماش فيها قد كده حته قماش قد كده اقول لك دي ب 500 جنيه حته قماش قد كده مش عارف ب 400 جنيه كلام يعني والشغل اللي فيها مش كبير برضو تمام يعني ما انتش بتعمل فيها الشغل اللي مش عارف فستان ايه مثلا مش فستان مثلا عامل كوشيه ومش عارف ايه والحركات اللي بيعملوها بتوع الفاشن. لكن انا بستغرب انت اكتر حد بتنزل عشان تشتري له لبس انت ممكن ما تشتريش يعني انت نفسك كاب تمام او الاب اللي الامهات والابهات اللي شايفيننا ممكن ينزلوا ما يشتروش مش عايزين ينزل عشان يجيب لبنه او بنت لازم يجيب للمدرسه او العيد لازم يجيب للمدرسه ولازم يجيب للعيد عشان يبقى زي ابن عمه وزي ابن اخته وزي مش عارف ايه يعني الفكره العامه اللي عايز اوصلها لك هذا الطفل تمام يا تجار مصر ويا مصانع مصر اللي بتعملي ملابس ارجوكوا لله ساعدوا الناس الاسر عشان يجيبوا لاولادهم لبس معقول اعملوا حاجه تكلفه اقتصاديه زي ما الصينيين بيعملوا والله وزي ما حضرتك قلت من شويه استاذ محمود واللي هيتبقى من شراء ملابس الاطفال اكيد ساعتها الاب والام هيشتري حاجه لنفسه. طب عايز اقول لك حاجه مهمه يعني برضه عشان نكون واضحين خلي بالك انه من مصلحه التاجر ان انت يبقى عندك قوه شرائيه مش من مصلحته ان يهزمك هزيمه منكره ويفض جيوبك الى الدرجه اللي انت ما تقدرش لا انت تشتري ولا تشتري العياله. انا من مصلحتي ان هذا التاجر يبقى اقوى تاجر في العالم انه يقدر ينافس داخليا وخارجيا يبقى اهم تاجر في الدنيا انه تجارته تكبر ويكسب ويربح ويبقى الدنيا زي الفل معاه بس مش من مصلحته هو على الاخر على الجانب الاخر ان يهزمني ويخليني مفلس. انا عايزه يبقى الامور تقدر امشي من عنده وانا نفسيتي مستريحه. هو النبي قال ايه رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. السماحه دي شرط رئيسي للرحمه عشان تنزل رحمه ربنا علينا لازم نسامح. وعشان كده زمان وانت رايح تشتري لو تفتكر ابوك وبيشتري لك اللبس في العيد التاجر يقول لك تداومه في عرع العافيه بيه ربنا يبارك لك في عيالك السماحه في وانت تدعي له وتقول له ربنا يبارك لك في مالك. السماحه المتبادله دي كانت عامله لنا حاله رحمه رغم ان كانت ظروفنا مباركه يا استاذ محمود للاسف مش موجوده دلوقتي طبعا على كل حال احنا مستكملين مع حضرتك وننتقل الى جانب اخر متعلق بالأوكازيون يمكن متعلق بصناعة الجلود برضو لأنها أكيد جزء من الأوكازيون. معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق والمدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود. بنرحب بك يا أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بخير يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا وإحنا بنتكلم عن الأوكازيون الصيفي في مصر وأهميته ودوره في تنشيط حركة التجارة الداخلية وطبعا بينصرف الذهن المصري إلى الملابس الجاهزة بالخصوص بيكون في حديث عن الصناعات الجلدية بالتأكيد لأنه المشغولات الجلدية أكيد بتهم قطاعات كتير سواء أحذية أو ملابس أو شنط للمدارس أو جواكت للفترة المتعلقة بالشتاء. الصناعات الجلدية يعني محققة قد إيه في البيع في مصر وإلى أي مدى ممكن تكون محتاجة الأوكازيون أو بيفيدها في البيع والشراء؟ هي طبعا الصناعه الجلديه في المرحله اللي فاتت تعرضت لهجمه شرسه من مستورد النخيل. نعم. ولكن بعد صدور عما حزم من القرارات الحكوميه كان سبب في ان المصانع بدات تشتغل بطاقتها الجيده ان شاء الله وبدا المنتج المصري يظهر على الساحه وباسعار مناسبه يعني تقابل احتياجات كل المستويات. المشكلة بس فيما يتعلق بالصناعة الجلدية انه الكلفة متغيرة ومرتبطة بالتغير في اسعار الجلد وده السبب الرئيس في انه الصناعات الجلدية عادة لا تقدم على الدخول في الاوكازيونات اللي بتتعمل كل سنة. ده السبب الرئيس. لكن المنتج المصري الحمد لله يعني دلوقتي في مصر أصبح سيدا في أرضه
يعني بنلبي احتياجات كافة المستويات زي ما قلت لحضرتك، وإن شاء الله نتمنى من الله عز وجل استمرار ازدهار الصناعة. أكيد، واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لكن معنا ضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، والحقيقه هو ممكن يكون مطلع اكتر مننا على اسعار هذه السلع في الاسواق المصريه، وربما يكون برضو لامس تاثر المواطنين باسعارها. افتكر يا استاذ محمود ممكن يكون اسعار الصناعات الجلديه في مصر غاليه نسبيا عن غيرها من الصناعات الاخرى، يعني الاحذيه، الجواكت، الشنط الحريمي او غيرها او شنط المدارس، وممكن يكون البديل سواء من مواد صناعيه او مواد اقل جوده او غيره حتى برضه غالي. فهل في مبادرات او في افكار ممكن تخفض من الاسعار غير الاوكازيون طبعا تخفيفا عن المواطن، لانه اكيد ده هدف الاوكازيون؟ وطبعا فكره ان تشارك الصناعات الجلديه في هذا الاوكازيون ده كلام مهم جدا، لانه لو اتعمل بالفعل تخفيض ايجابي يتيح للناس شراء الحاجات بتاعتهم بسعر معقول ومقبول، انا اتصور ده بكلام ايجابي. انا بقول انه احنا المبادره اللي ممكن نعملها وبامانه شديده ونساعد فيها انه نقول ان المواطن المصري ارجوك ما تشتريش اجنبي، ارجوك ما تشتريش مستورد. انا عندي صناعات جلديه واقدر اكتفي من الصناعات الجلديه في مصر، عندنا كفايه، لا محتاجين نجيب من تركيا ولا نجيب من ايطاليا ولا نجيب من اي مكان. اشتري المنتج المصري حتى لو كان في مشكلة أو ديفو أو عيب صناعي، ممكن مع المستقبل نتلافى هذا العيب. إنما في النهاية مفيش حل قدامنا غير إن احنا نقفل على نفسنا شوية ونشتري حاجات بلدنا. أنا مهم عندي، وده النداء اللي احنا ياريت نطلقه من هذه القناة المحترمة، إن احنا نشتري منتجاتنا المصرية. جميل. نحاول في مصانع لأنه السجاد ده هيعمل تسويق للمنتجات بتاعتنا أكثر. أنا أعرف مصنع سجاد في مصر شهير قفل وحدة من وحداته نتيجة اللي جاي من تركيا. صحيح. على أي يعني؟ أنا عايز أخد فكرة حضرتك وأرجع مرة تانية للأستاذ نبيل، لأنه هو أنا تساؤلي لحضرتك يعني في هذا الأوكازيون من بين المعلومات المتوفرة هيشارك من حوالي 2500 إلى 3000 مشارك، سواء مصنع أو تاجر أو محل. واللي قدرت أفهمه من كلام حضرتك أو حتى من كلام الأستاذ محمود أنه في صعوبة مشاركة الصناعات الجلدية بشكل واسع، هل في أي مشاركة تذكر؟ ورأي حضرتك في فكرة أنه يكون في ترويج للمنتج المحلي من هذه الصناعات، لأنه بيعه بشكل أكبر أكيد هيساهم في تخفيض السعر ووصوله للمواطن البسيط. أنا أتفق مع محمود بي مع سعادتك في أنه حجم مبيعات الصناعات الجلدية إذا كان أحذية أو مصنوعات في شكل شنط وأحزمة ومحافظ وإلى آخره هيؤدي إلى أثر اجتماعي عالي جدا، وهو انتصار جزء من العمالة الموجودة في السوق خدت بال سعادتك، وتشتغل المصانع بكافة طاقتها. وأنا إحنا إذا لم ننجح في أن إحنا يعني نشجع الاستهلاك من المواطن المصري بالتأكيد ده بينعكس في شكل ضعف القوة الشرائية، ومن ثم عدم شغل المصانع بكل طاقتها اللي المفروض إنها تشتغل. كانت المشكلة حضرتك في المستورد، المستورد بيجي الفينش كان جيد جدا، بيجي بأسعار تلائم كافة المستويات، ولكن كان في عيوب خطيرة جدا إنه أغلبه من مواد معاد تدويرها، وده اللي كان أثبته المركز القومي للبحوث. واحنا وقفنا ضد هذا المستورد، وكان الحقيقه التجاوب الحكومه تجاوب جميل جدا، طلعت تشريعات حدت بالتاكيد من المنتجات المستورده خاصه من الصين، لانه مصر للاسف الشديد متخلفه جدا في موضوع الشنط الحريمي والحذاء الحريمي، وده اللي كان اكبر نوعيتين بيتم استيرادهم من الخارج. اما بالنسبه للحذاء الرجالي فالحقيقه ما فيش حد بينافس داخل البلد. احنا بقى بنستعيد عن هذا كله لان احنا طلبنا قبل كده انه المنظمات المجتمع المدني والنقابات تقدر تعمل او تدينا اماكن نعرض فيها ونبيع مباشر للجمهور، الحقيقه ما لقيناش استجابه اطلاقا. هي دي كانت المشكله. لكن زي ما بقول لحضرتك ان ليه الصناعه الجلديه ما بتخشش في موضوع الاوكازيونات؟ لان كلفه الانتاج مش ثابته، يعني متغيره حسب اسعار الجلد.
فدي المشكلة الوحيدة الرئيسة في هذا الموضوع. وأما بالنسبة للترويج وإلى آخره، إحنا بنعمل معرض كل سنة في معرض القاهرة الدولي للجلود، هي بيبقى تظاهرة تسويقية عالية جدا، وبتنجح المصانع المصرية في إبرام تعاقدات مع كبار المستوردين في العالم. وأيضا إن إحنا الأيام دي بنعمل مشروع بإذن الله نتمنى من الله أن نوفق فيه، اللي هو إقامة أكثر من 1000 مصنع جديد يضم الناس اللي هم بادي الشعرية والأماكن المزدحمة والتأكيد هذا كله مردود على الصناعة الوطنية. تمام، الكلام اللي حضرتك قلته كلام مهم جدا يا أستاذ نبيل، والحقيقة أنا يعني مش عايز أقول عاجز عن الرد عن بعض النقاط، لكن أنا حابب أعرف يعني حجم المنتجات الجلدية في مصر، هل تفوق حجم الاستهلاك المحلي؟ هل الباقي بيتصدر مثلا لبعض الدول الإفريقية؟ السؤال طبعا. كمان ولازم أكرره مرة تانية، ليه ما يكونش فيه قدر من المغامرة في تخفيض بعض المنتجات، في تخفيض أسعارها أقصد، على سبيل الترويج؟ لأنه برضو ده أكيد بيحقق الهدف اللي حضرتك قلته الأستاذ محمود، ويكون فيه منافسة أكتر للمستورد. هو شوف، أنا بقول لحضرتك حاجة، الصناعة الجلدية بتنتج لكافة المستويات بما فيها مستوى المواطن اللي دخله محدود، ومستوى المواطن اللي يعني دخله أفضل. حتى بال حضرتك، فده متاح وده متاح. أنا بقول لحضرتك السبب الرئيسي في هذا الموضوع، إن التغير المستمر في سعر الجلود، لما تيجي حضرتك كان سعر القدم من الجلد قبل كده 8 جنيه ويصل حاليا ل 45 جنيه و50 جنيه، الصانع ما يقدر. ده بالنسبه لصناعات محليه، يعني جلود محليه ولا جلود مستورده؟ جلود محليه. احنا عاده ما بنستوردش كتير جلود من الخارج، لان الجوده بتاعتها ما بتبقاش بالدرجه المأموله. اضف الى ذلك ان الحاجات اللي كانت مستورده، الشنط الحريم والاحذيه الحريم، كلها حضرتك من جلود صناعيه. كنت بس عادتك وانا الحقيقه زعلان انه بسمع من حضرتك انه النقطتين دولت، يعني الشنط الحريمي والاحذيه الحريمي، ربما بتكون مستورده اكتر من الانتاج المحلي، والذوق المصري بيقبل على ده. ودي فرصه برضو ان انا اسال حضرتك سؤال ختامي، يعني هل في منافسه حقيقيه في الصناعه المصريه دلوقتي للفينيشنج او التشطيب او التقفيل او الشكل الجمالي في النهايه للصناعات الجلديه المستورده؟ بالفعل اللي حصل بعد صدور القرار الوزاري 43 اللي حدد انه الشركات المؤهله للتنظيم المصري لابد ان تكون مسجله، ولابد ان تكون مطابقه للمواصفات القياسيه. اضف الى ذلك سعادتك ان لما تم رفع التعريفه الجمركيه على الاحذيه والمصنوعات الجلديه المستورده من 30% ل 60% مع ضريبه قيمه مضافه، ادت ده الى انه المنتج المصري اصبحت المنافسه السعريه لصالحه. بس سعادتك ده من الاجراءات الحقيقه احنا لابد ان احنا نشكر فيها الحكومه، لانها ادت الى ان المصانع عادت تعمل بكافه طاقتها. والحمد لله هناك تعاقدات كثيره جدا مع دول كثيره، خاصه بعض دول اسيا، اواسط اسيا الاسلاميه، ثم ايضا تصدير الى بعض الدول زي ايطاليا. يعني حضرتك استغربت ان ايطاليا دلوقتي في مصدرين بيصدروا لايطاليا وفرنسا واسبانيا، وهي دول لها طويل في صناعه الاحذيه. يبقى بس حاجه بسيطه مهمه جدا بقول لحضرتك عليها، نتمنى انه يعني الحذاء الحريمي يبدا ياخد اهتمام من جانب المصنعين، وده اللي بتعمل عليه الغرفه دلوقتي، لان كان 95% من الحذاء الحريمي مستورد، دلوقتي النسبه نزلت الى 70% تقريبا، لكن ان شاء الله الجاي هيكون افضل بمشيئه الله عز وجل ان شاء الله. بشكرك شكر جزيل استاذ نبيل الشيمي، وكيل وزاره التجاره الخارجيه الاسبق والمدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود، شكرا جزيلا لحضرتك. وبعود للضيف الكريم الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إذا كان لحضرتك تعليق على موضوع الصناعات الجلدية، ورح أن هي مشاركتها في الأوكازيون اللي هو موضوع حلقة النهاردة يعني هتكون ضعيف، وفهمنا أو تفهمنا أسباب ده، أنه هم مضطرون يعني أن هم ما يقدروش يخفضوا، على اعتبار أنه أسعار التكلفة ممكن تكون غالية، والترويج مش بنفس ترويج المنسوجات أو الملابس الجاهزة. في تعليق حضرتك على ده؟ وطبعا الصناعات الجلدية بأمانة شديدة عندها أزمة،
عندها أزمة في تكلفة العمالة، وعندها أزمة في تكلفة التصنيع، عندها أزمة في تكلفة الخامات نفسها. وأنا برضو شايف أنه في بعض الأحيان الدولار لما بيرفع والدولار لما بينزل والحكاية اللي أنت عارفها دي برضو بتعمل أزمة فيما يتعلق، لأن في خامات بتشتريها من الخارج بالنسبة لهذه الصناعة. أنا بتمنى أن الصناعات الجلدية في المرحلة اللي جاية تبقى عندها قدرة على المنافسة، عندها قدرة على المنافسة بدون تدخلات من الدولة. بمعنى الدولة دلوقتي بتدخل عشان يمنع له المستورد. أنا بتمنى أنه هو يبقى عنده المانع الطبيعي من الداخل، اللي هي إيه؟ الفينشنج زي ما حضرتك كلمت، التصنيع الجيد، الكواليتي العالي، المتانة، السعر المعقول والمقبول والمنافس. هي دي الحاجات اللي تخلي المنافسة بينك وبين الأجنبي اللي جاي من بره قوية جدا، وبالتالي ما حدش يقدر يدخل بدون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية الحكومية اللي ممكن تاخدها معك الحكومة. أنا بأمانة بتمنى ده خلال المرحلة اللي جاية. خليني أقول لك، أنا امبارح كنت في، مش تعرف الأوكازيون رايح فين وجاي منين، كنت في وكالة البلح. كويس. أنا كنت لسه أسأل حضرتك، وبما أن حضرتك ذكرت هذا المكان، أنا كنت حابب أن حضرتك توجه نصيحة إن صح التعبير في الدقيقتين اللي فاضلين للتجار اللي بيمتنعوا عن المشاركة في هذا الأوكازيون، ربما يكون مقال بضاعتهم بعد وقت قريب أسواق أخرى وهتتباع بالأسعار اللي هم مضطرون أن هم يبيعوا هذا الوقت. ما هو بقى بص، خليني أقول لك بصراحة شديدة، أنت قدامك فرصة في هذا الأوكازيون أن أنت تخلص من الراكد اللي عندك في ركود. ليس من المعقول، ده من الجنون. أنا بعتبر أن ده جنون اقتصادي، أن أنت يبقى عندك ركود في السلعة وسعرها ما زال مستمر بهذا الشكل اللي تسبب في الركود. ما هو الناس بتعدي النهاردة قدام المرايات قدام الفاترينات بتتفرج وتبص وتشوف أسعار كبيرة. أنت لما يبقى واحد بتتكلم على عنده 3 أولاد مثلا أو 4 أولاد وراح يشتري قميص 8200 جنيه على مش عارف بلوزة للبنت مش عارف 8400 جنيه، فجأة يلاقي نفسه دخله في 5000 جنيه، يجيبه منين وهو مرتبه ما يجيبش 5000 جنيه؟ يعني الفكرة العامة، انت حاول بقدر الامكان اعمل حتى حاجات شعبية. يعني مش لازم الحاجات اللي هي ايه الفاشون العالية، وخفض هامش ربحك، خفض هامش الربح بقدر ما تستطيع، بالقدر اللي يخليك تعيش، يسدد لك الكهرباء والفواتير والحركات انا عايز برضو الفت نظرك 30 ثانيه او في ثانيتين. انا امبارح عديت على وكاله البلح، وكاله البلح من زمان شغاله وكل الناس عارفه، فوجئت ان الولد امبارح بيقول لي احنا لازم ننزل بسعرنا. بقول له ليه؟ قال الصيف هيخلص. شوف هو بدا يفكر، قال الصيف هيخلص والشتاء داخله، لو ما بعتش ده هيقعد السنه اللي جايه يبوظ. الحاجه ب 75 جنيه تتباع البلوزة الحلوة الحريمي اللي مش عارف ايه شكلها شيك على فكرة. تمام. فوجئت ده بيتكلم على 20 جنيه. شوف نزل قد ايه. هذا ذكاء تاجر بيفهم. يعني نقدر نقول لو قعدت عنده هتبوظ. نقدر نقول عندهم اوكازيون مستمر او عرض مستمر طول السنة، وده من الذكاء. وبتمنى ان الدولة تساعدهم، اكيد محدش يكافحهم ولا يعمل لهم مشكلة، لا هم ولا الاسواق اللي تشبه له طبعا. ده اكيد شعار جمعية مواطنون ضد الغلاء، و بعتقد ان كلنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبنشكرك شكر جزيل. شكرا استاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، كنت ضيف خفيف ولطيف وكريم على حلقتنا النهارده. بنشكرك ونتمنى نشوفك في القريب العاجل بكل خير ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه من وجه الصحافه، على امل اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئه الله. دمتم في امان الله، والى اللقاء.